تستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53. يتضمن المعرض عددا من الفعاليات والندوات الفنية والثقافية. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. أحمد، هل لك أن تنقلنا إلى الأجواء لديك في معرض القاهرة ومدى الإقبال على هذه الدورة الخاصة من معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ بالفعل ريهام، تحية لك. جرعة ثقافية، زخم ثقافي كبير، هذا هو المشهد الذي أستطيع أن أوصفه لك من خلال عدسات الكاميرا هنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه السادس. إقبال كبير من قبل زوار المعرض والمواطنين على المجيء إلى المعرض والاستفادة من العروض والخصومات الكبيرة التي تقدمها دور النشر، هذا فضلا عن الكثير من الندوات والفعاليات الثقافية التي تقام أيضا بالتوازي مع عرض الكتب والفعاليات الكبيرة. صالة 5 أيضا ريهام فيها جناح مخصص للطفل، هناك فعاليات كثيرة للأطفال، قصص أيضا مشوقة للغاية للأطفال. نحن نتحدث عن نحو 10 قاعات تقام فيها ندوات ثقافية بشكل يومي منذ بداية بدء اليوم لمعرض الكتاب وحتى نهاية اليوم. من بين الفعاليات الثقافية التي أقيمت اليوم كانت هناك فعالية للكاتب عبد التواب يوسف مترجما، وهو شخصية معرض الكتاب لهذا العام للأطفال، الكاتب عبد التواب يوسف الكاتب الراحل. كانت هناك ندوة ومناقشة عنه، وهذا فضلا عن تأبين لعدد من الرموز الثقافية ومنهم الدكتور جابر عصفور، فضلا عن عدد من الفعاليات الفنية والثقافية التي تقام لعرض عدد من الروايات و القصص والمسرحيات التي تعرضها دور النشر، فضلا أيضا عن فعالية خاصة بالأفلام القصيرة المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. أشير أيضا ريهام إلى نقطة مهمة للغاية، وهي أن في الدورة 53 هذا العام تم استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. هناك منصة إلكترونية مخصصة للجمهور لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هذه المنصة الإلكترونية يمكن للزائرين الدخول عليها وحجز الكتب إلكترونيا أو أونلاين، ومن خلالها أيضا يتم حجز التذاكر. وأشير أيضا إلى فريق أنا متطوع، هذا الفريق الذي أعدته وزارة الشباب والرياضة والذي يعمل أيضا بالتعاون مع القائمين على معرض القاهرة الدولي للكتاب. هؤلاء يقومون أيضا بمساعدة ومعاونة الزائرين على إيجاد الكتب ودور النشر وكل ما يحتاجونه من معرفة، فضلا عن متابعتهم لالتزام المواطنين والزوار بالإجراءات الاحترازية، فضلا يعني أو بداية من دخولهم من بوابات المعرض بقياس درجات الحرارة والتنبيه على ارتداء الكمامات داخل أجنحة وأروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب. يوم أمس أعلنت الجهة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب أن وصل يوم أمس عدد الزائرين إلى 46,000 زائر، ولكن يوم الجمعة الماضي كان وصل عدد الزائرين إلى 127,000، وهو أكبر عدد للزوار على مدار هذا الأسبوع منذ بداية فعالية مهرجان القاهرة أو معرض الكتاب الذي يستمر حتى 7 فبراير. حتى الآن اليوم السادس وصل عدد إجمالي الزائرين لمعرض الكتاب هنا في أرض المعارض إلى نحو أو أكثر ما يزيد عن 400,000 زائر، وتتواصل الفعاليات، هذا فضلا عن توفير أتوبيسات وحافلات نقل تقوم بتوصيل المواطنين من وإلى المعرض من مختلف النقاط، وكل هذا موجود على المنصة الإلكترونية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. إليك ريهام. أشكرك شكرا جزيلا على هذه التغطية الوافية، الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري في معرض القاهرة الدولي للكتاب، شكرا جزيلا.